الحيط بالروح بالدم نبنيك يا شهيد، بالروح بالدم نبنيك يا شهيد. زغروده زغروده يما زغروده، ما تبلش بيد والباروده لما تبلش تفلقين، قرر يتكرس بسرعه. سناف بل سنافا شهيدا سناف بل جاك سرمل. طبعا احنا بهذا الموقف العظيم، موقف الجلل، يمكن ما حكينا ساعة ساعتين يوم يومين، ما راح نوفي رفاقنا حق، ما راح نوفي اخواننا حق. رفاقنا هم جو بأنفسهم، هم لبسوا اللباس العسكري وهم شالوا السلاح مشان يدافعون عن أرضهم، مشان يحمون عرضهم، مشان يحمون شرفهم، مشان يحمون أموالهم. وأبو كل الشهداء الذي ضحوا من أجل حماية أعراضهم وشرفهم وأرضهم، نحيي قوات سوريا الديمقراطية نساء ورجالا، وحي الجيش البطل، وحي الرفاق المرابطين، وحي الأخوة، وأترحم على الشهداء، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وإن شاء الله نسير سيرة واحدة جنود وأبناء شيوخ وشيب وشيبان على طريق واحد لحماية هذه الأرض من دنس المرتدين والكافرين إن شاء الله. ونحن أخوة لا فرق بين عربي أو كردي أو عجمي أو تركماني أو شركسي أو أرمني، وأحيي قوات سوريا الديمقراطية وأتمنى الشفاء العاجل لهم. 5/2018 مكان وتاريخ الاستشهاد دير الزور 22/6/2018. الشهداء هم من أوقدوا مشعل الانتفاضات ومثلوها، ولهذا يتوجب علينا ألا نضطهد حقهم، لأن دماءهم ليست للرخيصة أبدا. بس من تمشين.